الكلام ده مش مظبوط. استاذ فريد عمره ما تخلى عن موكل ابو الرجاله. بالنسبه في الحيثيات اللي تم اصدارها النهارده، في ان كان الحب اللي كان جوه او يخص محمد عادل ده كان مجرد في مخيلاته بس مش اكتر. ايه رد حضرتك على كده يا فندم؟ والله يا فندم صعب ان محامي يغلط انه يتكلم في حاجه زي دي، فدي اسئله ما تنفع. قاضي قاتل نير اشرف يطالب بتنفيذ احكام الاعدام مصوره على الهواء. حيثيات اعدام قاتل نير ادعاه بقتلها دفاعا مغاير الحقيقه. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والدايره الحمراء اللي انا مش فاهمه ايه الدايره الحمراء دي، وبعد ما قتلها وايه الكلام ده اصلا، وفنانه فلانه الفلانيه تعرف مش عارف ايه. ايه يا جماعه، مش لازم بقى شغل الصحافه ده علشان نعلي نسبه المشاهده. قاضي قاتل نير اشرف يطالب تنفيذ احكام الاعدام مصوره على الهواء. أودعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاد الدين المري وعضوية المستشارين سعيد عبد الرشيد السمداوي وهشام علي جمال الدين غيث ومصطفى عبد الغني محمد وكيل النيابة وأمانة سير محمد جمال محمد علي. حيثيات الحكم الصادر بحق المتهم محمد عادل قاتل زميلته نير أشرف الطالبة بجامعة المنصورة بالإعدام شنقا، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة المقيدة برقم 1119 لسنة 2022 كل جنوب المنصورة. ونوهت المحكمة أنه بمناسبة هذه الدعوة بأنه لما كان قد شاع في المجتمع مؤخرا ذبح الضحايا بغير ذنب جهارا نهارا، والمهووسون بالميديا يثوتون الجرم على الملأ، فيرتاع الآمرون خوفا وهلعا، وما يلبث المجتمع أن يفجع بهذا الجرم من جديد. فمن هذا المنطلق ألم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا مثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا؟ الأمر الذي معه تهيب المحكمة بالمشرع أن يتناول بالتعديل نص المادة 65 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام لتجهيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء ولو في جزء يسير من بدء إجراءات هذا التنفيذ، فقد يكون في ذلك ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحده، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. حيثيات اعدام قاتل نير ادعاه بقتلها دفاعا مغير الحقيقة. المتهم محمد عادل في قتل طالبة المنصورة نير اشرف خلال استجوابه في جلسة المحاكمة عن ادعائه بقتلها دفاعا عن النفس، فقالت المحكمة اما ما ادعاه المتهم بجلسة المحاكمة ولم يقله في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة من ان احرازه السكين كانت دفاع النفس، فيما لو دفعت المجنة عليه احدا للاعتداء عليه، فان هذا القول يغير الحقيقة التي اكدها في اعترافه بالتحقيقات، لان المتهم اشترى السكين كأداة للقتل لإجادة استعماله بصفته يعمل طباخا ولعلمه بالمقاتل من جسم الانسان. وقد اطمأنت المحكمة للنحو مار البيان الى مطابقة ذلك للحقيقة والواقع، وعليك فإن مقولة المتهم مارة البيان لا تؤثر في عقيدة المحكمة لمخالفتها كل الممكنات العقلية التي تؤكد حمله السكين المستخدم في الحادث بنية استخدامه في قتل المجنى عليها وليس للدفاع عن نفسه كما حاول أن يصور للمحكمة. يضاف إلى ذلك ما اعترف به المتهم نفسه في التحقيقات نصا: أنا من رمضان اللي فات قررت أن أخلص عليها وانتقم لنفسي، واستنيت الامتحانات بتاعة الترم الثاني وأنا فكرت أن أخلص عليها في ثالث يوم امتحان ليها، ونفذت لها بسكينة، ونشرت السكين بعد أول امتحان بأسبوع في 1 يونيو شهور بعد بدء تداولها أن الطالبة كانت ستقوم بالتمثيل مع الفنان عايد رياض عقب انتهى امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعية، لكن كل ذلك توقف بعد مقتلها. وتابع: الله يرحمها نيرة كانت ستصبح نجمة كبيرة ولها مستقبل، مضيفا أنه اصطحبها للفنانة عايدة رياضة التي فوجئت بالتشابه الكبير في ملامحها معها وقالت له: يخرب بيتك انت جايب لي واحدة نسخة مني وانا صغيرة. قاتل نيرة أشرف: شوفي محمد رمضان والساء يضربوك بوكس. قال محمد أشرف قاتل نيرة أشرف في رسالته نصا: انت حسابك معي تيلاوية بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتى سليمة، ويبقى حد غير يلمس منك شعرة، والفترة اللي جاية تعليمي ضرب النار أو شوفي محمد رمضان والساء يضربوك بوكسة علشان نهايتك على ايدي، أو طالما الدنيا ما جمعتناش تجمعنا في الأخرة. تعرف على موعد إعدام محمد عادل قاتل نيرة. أكد خالد عبد الرحمن محامي نيرة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم
أنه عقب جلسة النطق بالحكم غدا بتصديق قرار مفتي الديارة، سيقوم المتهم في فترة أسبوع بالتوقيع على ما يسمى بالنقد الميري، وهذا ما تقوم به النيابة في مثل هذه القضايا، وبالتحديد في القضايا التي تم تحويل أوراقها لفضيلة المفتي وقرار النطق بالحكم. وأكد محامي نير أن فترة النقد 60 يوما فقط، وبدايته غدا 6 يوليو 2022. وإن كان من يقوم بالنقد سواء المحامي المتهم محمد عادل قاتل نيرة، بداية من أحمد حمد وفريد الديب الذي ظهرت أقاويل تؤكد توليه الدفاع عن القاتل محمد عادل، وإن شاء الله النقد هيرتفض. وأضاف خالد عبد الرحمن محامي نيرة أنه عقب 60 يوما ننتظر 3 أشهر أخرى للتنفيذ. وأضاف محامي نيرة أن حكم الإعدام لمحمد عادل، ووجه محامي نيرة رسالة إلى والدة محمد عادل أنها طلبت من المحامي العام لجنوب الدقاهلية طلبا لزيارة ابنها محمد عادل في محبسه بسجن جمصة المشددة، وقد وافق عليه المحامي العام ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وأشار أنه من الواجب الإنساني في حالة تأكيد طلبها سأسعى معها، لأنها أم محمد عادل مجني عليه أيضا، وحقها في رؤية ابنها حق مشروع حيث لم تشاهده منذ قيام ابنها بقتل نيرة أمام الجميع. ظلمتكم معي، رسالة من قاتل نيرة أشرف لأمه يعلنها محامية. أكد المستشار القانوني أحمد حمد المحامي الموكل عن الطالب محمد عادل المعروف إعلاميا بقاتل نيرة ضحية حادث المنصورة اليوم، في تصريحات صحفية أن المتهم عقب تأييد حكم الإعدام عليه بمحكمة جنايات المنصورة أرسل عدة رسائل مهمة، منها سامحيني يا أمي وخدي بالك من أخواتي البنات، ظلمت نفسي وظلمتكم معايا، ودعي لي دايما وربنا يشفيك ويعافيك. وكشف حمد المستشار القانوني أنه حرص خلال مرافعاته أمام هيئة المحكمة على ضرورة تعديل القيد الوصفي للقضية من القتل العمد إلى ضرب أفضي إلى الموت، مستشدا بقوله محمد موكل المتهم ارتكب وقعة اعتداء على ضحية يرفضها المجتمع، ولكنه كان ضحية وقعة استغلال وابتزاز نفسي ومعنوي ومادي على أيدي الفتاة الراحلة وأفراد أسرتها. الغاز عن حياة نيرة أشرف أعمال امتهنتها قبل وفاتها. لم تهدأ أو تخمد سيرة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف منذ نحرها على يد زميلها أمام الجامعة. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، هل سيتم تنفيذ حكم إعدام محمد عادل على الهواء؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.